مساء الخير مشاهدي يوتيوب، حلقة جديدة من برنامج هاتريك. ارحب بضيوفي في هذه الحلقة كل من كابتن خلف كريم. اهلا وسهلا بك كابتن خلف، شرفتنا ونورتنا. وارحب ايضا بالزميل الصحفي والاعلامي هيثم خليل. اهلا وسهلا بك استاذ هيثم. اهلا بك استاذ داوود، اهلا بك وايضا بالكابتن خلف حبيب. وكل جمهورك. اهلا وسهلا بك. نبدا الحلقة بابرز العناوين. مدرب كربلاء حسن احمد يفسر اسباب عدم نجاح المدرب الاجنبي في الدوري العراقي. مدرب الكرخ هيثم شعبان يؤكد ان جدول المباريات المضغوط يؤثر بالسلب على مستوى جميع الفرق في دوري نجوم العراق. المدرب احمد عبد الجبار يؤكد ان الفوارق الفنيه لعبت دورا رئيسيا في خساره الشوطه الثقيله امام الاهلي. في هاتريك الليله الانديه العراقيه تختنق في المشاركات الاسيويه. اهلا بكم مشاهدينا، كانت هذه ابرز عناوين حلقتنا لهذه الليله. خلينا نبدا بها المتابعات حتى ندخل في محور حلقتنا اليوم. الكابتن هيثم شعبان مدرب فريق الكرخ تحدث عن ضغط الدوري وما يولده لعب المباريات كل يومين والثالث او كل ثلاث ايام والرابع. خلينا نتابع. الدوري العراقي موسم للثاني بيقدم نسخه افضل، النسخه بتاعت الموسم السنه دي نسخه افضل بكثير من الموسم اللي فات، مستوى الجوده، مستوى التكتيك، مستوى حتى مستوى التنافسي. النهارده انت بتقابل في الجولات الاولى فرق بتعادل مع الجويه وبتكسب الجويه والشرطه والفرق اللي في المقدمه دايما. ده في السابق ما كانش بيحصل الا نادر جدا ما يحصل. دلوقتي لا، احنا شايفين في تنافس ما بين كل الفرق، حتى الفرق النقطي لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي، في الجوله اللي احنا فيها، الفرق النقطي قريب جدا ما بين كل الفرق. ده دليل على التنافس الاقوى، ودليل على ان فرق كتير ساعت ان هم يقدموا فريقهم بشكل افضل واعتمدوا على جوده اللاعبين المستقطبين من الخارج في المحترفين بالتحديد. واعتقد النسخه السنه دي بتاعت الدوري النسخه اللي هي الافضل في تاريخ الدوري العراقي. احنا عندنا بس مشكله كبيره جدا، يعني في مساله ضغط المباريات في الدوري العراقي بالتحديد، ان المسافات البينيه بين المباراه والمباراه قصيره ومسافات السفر كبيره. يمكن احنا بنقطع عدد ساعات سفر مش قليله. لما تكون المسافه الزمنيه قريبه من المباراه والثانيه، ده بيأثر طبعا بالتبعيه على الاداء بشكل عام، بتأثر طبعا على جوده اللعيب نفسه. اللي احنا طبعا انت الدوري ده يعتبر منتج، احنا المفترض ان المنتج ده احنا بنسعى ان احنا نقدمه بافضل شيء. الضغط المباريات ده ممكن يحصل في وقت معين جوه المسابقه في ظروف معينه، لو المسافات بتاعت السفر معقوله ماشي، لو المباريات داخليه او في يعني مفيش سفر، لو في وسيله انتقال جيده، مفيش وسيله انتقال تكون بالباص وخلافه، ممكن يكون لو في طيران، كان ممكن الكلام ده يعني نقدر نقدم منتج افضل من اللي احنا بنقدمه دلوقتي. ولكن طبعا مساله ان يبقى في ضغط مباريات ومسافات سفر كبيره، ده طبعا بيأثر على اداء اللاعبين، بيأثر على جوده الدوري بشكل عام. واتمنى يعني يبقى في مراجعه بسيطه في الفترات الزمنيه خاصه لما يكون في سفر. عدد من الفنيين ايضا تحدثوا عن ضغط الدوري، الكابتن عادل نعمه ومشتاق كاظم. نتابع موضوع اللي صار عليه لغط كبير، موضوع الكابتن امجد عطوان انه صرح ضغط المباراه من حقه. انا اشوف ابو زاخو يلعب ببغداد يرجع 10 ساعات الزاخو، نعرف احنا، تعرف انت سوء الطرق بالعراق يعني، وكل احنا عايشين بالبلد 10 ساعات يرجع بعدها ب 24 ساعه لبغداد يبلغوا مباراتك بالكوت. فاعتقد هذا كله جهد كبير على اللاعبين. عندما يتم مقارنتنا يعني بالدوريات الاوروبيه، فاعتقد هاي مقارنه ظالمه. يعني لا نمتلك احنا يعني وسائل استشفاء مثل انديه العالم، ولا نمتلك وسائل نقل مثل انديه العالم. يمكن كل الانديه هناك، افقر نادي وابسط نادي هو يمتلك طائره خاصه يتنقل بها. احنا نشوف طرقنا، احنا اليوم نروح اي محافظه، هسه احنا من نسافر كل احنا مواطنين يعني عايشين بهذا البلد، من تريد بس من تطلع بغداد يعني لاطراف بغداد توصل يرادك ساعه كامله، تمام؟ زين طرق. اضافه لهذا اكو نقطه مهمه جدا، يعني الان الفرق اللي تلعب بالكوت او بالرمادي،
تعرف هاي المحافظتين يعني يعرف الاتحاد او يعرف الجمهور الشارع الرياضي انه هاي المحافظات ما تتوفر بها فنادق، زين اللاعب وين يروح وين ينام؟ زين اللاعب ما يحتاج راحه، انا كنادي يعني شلون يعني انه انا عندي مباراه واروح للكوت ثلاث ساعات او ثلاث ساعات ونص للكوت، لا حد يقول لي من بغداد ساعتين، لا، لان انت بس داخل بغداد يراد لك ساعه كامله، زين 180 كيلو مع سوء الطرق يعني للاسف، وانت تعرف شفنا احنا اول مطرب بغداد ما شاء الله بغداد كلها غرقت، يعني هاي لازم كل الحسابات تكون حتى الناس اللي تنتقد او اللي تحكي خلي تكون منصفه، خلي يعني يكون يعني خلي تكون يعني تتكلم بعين الانصاف. يمكن هذا الموضوع يمكن عشينا به العام او العام، بس انت اليوم لما يطلع مدرب محترف كابتن طلال البلوشي مدرب زاخو المحترم يتكلم عن ضغط المباريات، يمكن هي اول مباراه يمكن صارت عندهم صار ضغط، بنفس الوقت كل الفرق تعاني، صدقني كل الفرق تعاني، احنا ما عندنا طيارات وما عندنا يعني تعرف كله نقل، وسائل النقل هم صعبة، ازدحامات يعني منها ما تروح للبصرة يراد لك يعني 8 ساعات 9 تروح الزاخو نفس الشيء. كل هذا يتمنينا احنا من الاتحاد العراقي، يتمنينا من لجنة المسابقات يعطون فسحة المجال يعني 5 أيام 4 أيام حتى يقدر، مو موضوع يعني هذا، بس بنفس الوقت انت اليوم 25 لاعب صح، يعني الاتحاد يقول لك 25 لاعب انت لازم تراوس بين اللاعبين، كل هذا نقول احنا كأندية صار هذا واقع حال علينا، لازم نتعامل وياه بجدية، نتعامل وياه بثقافة، ونثقف لاعبينا ونثقف المدربين مالتنا، لازم نتعامل مع هذا الواقع مالنا، هذا الواقع ما طول مالنا موجود لازم نتعامل معه. شكرا لكل المتحدثين، كابتن حسن احمد تحدث عن تجربة المدربين الاجانب. تابع اكيد يعني احنا كانت هجمة على المدرب المحلي واللاعب المحلي، يعني الهجمة معروفة من المواقع اللي تروج واللي في سبيل يعني تخوض بعض الأمور المادية، يعني أكثر شيء هي مادية الأمور. فإحنا الحمد لله يمكن لحد الآن أنا يمكن أول تصريح اللي قلت جميع المدربين اللي المحترفين راح يفشلون بالدوري العراقي، لأن دوري العراقي دوري صعب صعب، لأن الإمكانات ما متوفرة. ثبت لحد الآن أنت 4 مدربين هم المحترفين ما حققوا أي نتائج، والدليل أنه بابلو يعني من جابوا له أفضل اللاعبين ولحد الآن هو ما ناجح، وهذا هو مساعد كأساس. نعم مع المينا. فأكيد باقي المدربين نفط البصرة بعض المدربين اللي لحد الآن ما ناجحين، فأنا أقول هاي خيار يعني برهان أنه المدرب المحلي مجتهد، المدرب المحلي يعمل بالإمكانات الضعيفة وممكن يحقق نتائج إيجابية. الآن شوف ردود أفعال الأندية بدت باتجاه المدرب المحلي، الآن التغيير راح يصير باتجاه من المحترف إلى المدرب المحلي. أنا أتذكر يمكن في ختام الدورة التدريبية الأخيرة أنت شخصيا تحدثت مع الكابتن عدنان درجال حول موضوع الفرصة الواحدة للمدرب في دورينا، لكن بالنتيجة اتحاد كرة القدم يقول لك هذه التجربة موجودة في الليغا اللي احنا عندنا شراكة وياهم. نعم. أنت كحسن أحمد كيف تنظر لهذا الموضوع؟ لأن بالتالي أنت لا سامح الله في حال ابتعادك عن نادي كربلاء راح تبقى قاعد بالبيت أو تنزل للدرجة الأقل. أكيد احنا بعد تخرجنا من دورة البرو اجتمع بينا الكابتن عدنان درجال وطرحنا بعض الأمور اللي هي تخص واقع الدوري الليغا وبعض الأمور الفنية. كان هناك طرح أنه يعني الفرصة احنا النادي الآن عنده فرصتين تبديل مدرب، ليش المدرب يكون فرصة واحدة؟ فاحنا طلبنا على الأقل فرصتين، والأخ عدنان درجال يعني هو تقريبا يعني أبدا موافقته المبدئية، نعم قال احنا راح أحاول أنا ندرسها مع الأخوان ونعدل هذا الأمر. شكرا لجميع المتحدثين. محور حلقتنا راح نناقش اليوم اسباب اخفاق الانديه العراقيه يعني في المشاركات الاسيويه، ولا سيما بانه يوم امس كان هناك مباراه بين الشرطه وفريق الاهلي السعودي انتهت ب5 أهداف مقابل هدف 1 وسط اداء عليه اكثر من علامه استفهام، وخاصه من لاعبي المنتخب الوطني اللي يمثلون المنتخب الوطني. فعلى العموم هاي المواضيع كلها راح تكون محور حلقتنا، لكن بعد أن شاهد هذا التقرير.
تباينت الآراء بشأن خسارة الشرطة القاسية أمام الأهلي السعودي، حيث راح البعض يرى إن الخسارة منطقية في ظل فوارق الجودة بين اللاعبين، وأيضا الفارق بين نوعية اللاعبين المحترفين، فيما يرى البعض الآخر إن الخسارة بهذا الشكل وهذا الحجم تعد انتكاسة عطفا على إن الشرطة يعد أفضل فريق في الدوري، والخسارة بخماسية لمرتين أمام الهلال والأهلي السعوديين أمر يدعو للاستغراب والريب بغض النظر عن الفوارق الفنية، كون بالإمكان أن نخسر لكن ليس بهذه النتائج الكارثية التي أظهرتنا كأننا أندية هواة. وهنا لا نتحدث على الشرطة فحسب، وإنما نتحدث عن جميع مشاركات الأندية العراقية في النسخ الأخيرة. فعلى سبيل المثال، غادر الزوراء بطولة كأس الاتحاد الآسيوي من دور المجاميع في نسخة الموسم الماضي، ثم غادر القوة الجوية البطولة أيضا من دور المجاميع، ولعل الكهرباء الفريق الوحيد الذي تأهل عبر مجموعته ثم غادر هو الآخر. وفي نسخ هذا الموسم فحدث ولا حرج، الشرطة لا يقوى على مجاراة أندية مجموعته الكبيرة منها والصغيرة، والقوة الجوية ما أن تنفس الصعداء بفوزه على التعاون السعودي، حتى تعرض إلى خسارة مؤلمة أمام الخالدية البحريني في بغداد. وهنا يقفز السؤال الحائر، ما سر الخوف الذي يسيطر على أنديتنا في المشاركات الآسيوية؟ سؤال لم نجد له إجابة شافية للأسف الشديد. شكرا لنزيه وحيدر، جد الترحيب بضيوف الكابتن خلف كريم والاستاذ هيثم خليل. اهلا وسهلا بكم. حياك. مشاركتنا الاسيويه دائما ما تكون، يعني ما اريد اقول مخيبه للامال. كنت اتوقع انه الشرطه راح يظهر بغير هذا المظهر بعد مشاركته في بطوله الانديه العربيه الاخيره. بالله كابتن داوي، خليها تكون مخيبه للامال احسن. ليش؟ شنو النتائج اللي حققناها؟ احنا من يوم كانت البطوله قبل ما تكون نخبه اي ونخبه بي، وكانت دوري ابطال اسيا ولا الاتحاد الاسيوي، على الاتحاد الاسيوي كنا نحقق نتائج، لكن في بطوله اي ما يخالف، بس في بطوله الانديه الاسيويه احنا احيانا ناخذ بطاقه، وكنا ناخذ بطاقه ونص، النصف البطاقه اصلا احنا ما نصعد بيها، وكل الفرق اللي شاركت بالبطاقه الكامله كنا نتمنى فريق يروح للدور الثاني مو ياخذ بطوله ولا يوصل، خلينا نقول ربع نهائي ولا نصف نهائي، ولا فريق حقق هذا الإنجاز. ولهذا أنا أقول مشاركاتنا خجولة وخجولة جدا. اليوم البطولة صارت بهذا الشكل، آسيا قسمت قسمين غرب وشرق، وكل مجموعة بها 12 فريق، ويصعدون 8 من 12، يعني 8 من 12 الأمل الكبير أنه أنت تنتقل. وراح نتكلم على فريق نادي الشرطة، يعني النادي الشرطة مثلا ضيع نقاط باختكار على الأرض، لو عنده النقطتين والنقطتين اليوم هو داخل من ضمن الثمانية. هسه مقارنة مع أندية مع الأندية السعودية، أنا أقول لك أكو الفارق كبيرة، خلينا نكون واقعيين، يعني لا نقدر نفوز على الهلال ولا الأهلي، لأن هذول اثنين هم متصدرين، كل فريق عنده 12 فريق، ضيف لهم اليوم نادي النصر اللي فاز على العين 5، اللي عين هو بطل آسيا. إذن الآن هذه الفرق احنا ما نقدر نجاريها، لانه الفوارق الفنيه فرديا. اوكي، اذا ردنا نقلل من الخساره، خسارتين ثقيله 5-5، لو ردنا نقلل من هاي الخساره خلينا نخسر 1، خلينا نخسر 2، ايش لازم نسوي؟ الامور الفرديه التباين موجود، لكن خلينا نلعب كره جماعيه، بحيث احنا كفريق شلون نتحرك تكتيكيا بحيث نقدم مستوى نكون احنا قانعين، نخسر 1 نخسر 2 مش مشكلة. هذا اللي ما حدث،
الفارق مع الأندية السعودية، نجي للصف الثاني من الأندية اللي ممكن احنا نقدر نجاريها. يعني اذا اجينا على الأندية القطرية او الأندية الإماراتية، انا اقول نقدر نجاريها، يعني عندك الوصل، عندك 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 العين، عندك الريان، الغرافة، دولة تقدر تاخذ. حتى اليوم الأندية الإيرانية واقعة، يعني اكو فريقين بيرسيبولس والاستقلال من الفرق المتذيلة بالمجموعة. يعني اليوم احنا بهالنقطتين يشاركنا بهالنقطتين بختيكور بيرسيبولس والشرطة، يعني اي فوز لفريق الشرطة ممكن ننتقل مع ضمن الثمانية الأوائل، لكن للأسف هذا ما حدث. الآن تنتظرهم مباريات اللي هي الوصل راح يجينا والعين يجينا. أنا أقول تلعب على أرضك، أخذ النقاط، أخذ النقاط. هي هاي المشكلة. أستاذ هيثم مساء الخير، أهلا وسهلا بك في استضافة جديدة في قناة يو تي في. استضافناك في كأس الخليج، نعم، في البصرة، واليوم في بغداد. بداية، كيف شهدت أداء الأندية العراقية بمجملها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احييك اخي داود، وايضا سعيد بتواجدي حبيبنا. مع كابتن القدير كابتن خلف، يعني ايضا دائما ما نلتقي في فضائيات في بعض الاحيان. طبعا قبل ايضا تحدث الكابتن الان على فريق النادي الشرطه، وتحدث الجميع يوم امس، وايضا حضرتك وكل الزملاء. احنا ايضا ما ننسى انه فريق القوة الجوية سيلعب يوم غد ايضا في دوري ابطال اسيا النخبة بي، وايضا فريق دهوك سيلعب يوم غد امام نادي ظفار العماني في كأس الخليج للأندية في محافظة ظفار في ولاية الصلالة. طبعا اكيد يعني كمتابع نحزن كثير، يعني من احنا الان نتحدث على انه دوري محترفين، دوري نجوم العراق، احنا خارج العراق يعني كصحفي محترف في سلطنة عمان لسنوات طويلة، الجميع يتحدث عن التطور اللي حدث في الكرة العراقية. يعني تصنيف المنتخب اليوم 56 بغض النظر عن الاختلافات في الآراء، ايضا البنى التحتية، يعني اقصد الملاعب، بصراحة يعني صار تغيير في الفترة السابقة. لكن مع ذلك نشاهد انه مستوى انديتنا يعني لا يسر بصراحة بهذه النتائج. داخليا لو خارجيا؟ خارجيا، لان انا اتابع الدوري العراقي يعني حتى على مستوى النقل التلفزيوني جيد جدا بصراحه. يعني ايضا بامور كثيره هناك تطور. طبعا هناك نواقص ايضا، يعني تطبيق تقنيه الفيديو الفار مثلا. انا اتحدث انه في سلطنه عمان في دوري عمان لم يطبق حتى الان الفار او تقنيه الفيديو. فهذا ايضا يعني انا اتحدث انه نعم هناك فوارق بكل شيء، بالتصنيف، بالملاعب، لكن هذا شيء جيد. يعني هذا عندما اتابع واشعر حقيقه بالسعاده عندما يسالني زملائي هناك في الصحافه والاعلام العماني وهم يشاهدون هذا الامر. لكن عندما تاتي بعد كل هذا وتشاهد الانديه العراقيه بهذا الاداء وبهذه النتائج المخيبة للآمال، يعني تفضل الآن الكابتن خلف يتحدث عن موضوع من كنا في كأس الاتحاد الأسيوي بالمسمى السابق، قوة جوية خذ البطولة ثلاث مرات متتالية، لكن وهذا يعتمد على التصنيف والأندية. اليوم احنا عندما وقعنا مع هذه الأندية كارثة، يعني ليس فقط بالأداء ولا بالنتائج، وإنما بنوعية اللاعبين. انت اليوم احنا يعني مو نبرر هذه الخسارات، بنشوف امس يعني فريق نادي اهلي جده، فيرمينيو كان يلعب في ليفربول، كيسيه كان يلعب في برشلونه، محرز رياض محرز في البريمير ليج مع مانشستر سيتي، ايضا اللاعب الاسباني اللي كان موجود فراس البريكان لاعب منتخب السعوديه. يعني فوارق كبيره، هذا مو تبرير طبعا، الفريق كان اداء سيء، تنظيم الدفاعي سيء، الاسلوب اللي يلعب به، يعني ده يلعب مو مع فريق على ارضه وبهذه المكانه. نعم قد يقول قائل انه نادي الشرطه تعادل مع النصر في هنا بغداد. يعني في بغداد، لكن الامر مختلف. انت وايضا يوم امس يمكن احنا عندما تعادل الشرطه البعض يعني قال لك ممكن اليوم، يعني لكن فوارق امكانيات لاعبين.
كم القيمة التسويقية للاعبين المحترفين في نادي نادي أهلي جدة السعودي؟ يعني كل لاعب ايش قد سعره؟ انت تجي اليوم احنا دوري محترفين دوري نجوم تلسكا بالنصر تجمع دوري نجوم 20 فريق ميزانيتهم يعني كابتن خلف اليوم احنا دوري نجوم والمحترفين ودوري من المحترف اللي يعمل الإضافة؟ يعني احنا هناك حتى على مستوى الإعلام إذا ما نعمل إضافة ما نبقى يعني زين أنت ما بالك اليوم أنت تجيب لاعبين محترفين ولا لاعب نعرفه من اللاعبين مع جل تقديري لهم في الدوري مع كل الأندية يعني أنت اليوم تريد تطور على قد فلوسك والبعض على قد فلوسك ألفين. البعض يقول لك يجوز أنه إحنا نبني ملاعب لو نجيب لاعبين بقيم السيارات يبنون ملاعب فيعني زين طيب كابتن خلف يعني هاي المشاركات انا اقولها انه خليه يشارك ليش لا من شارك لكن نختار جوده من اللاعبين المحترفين اللي يشيلون الفريق اليوم هاي نقطه نقطه ثانيه انا سمو اتكلم على فريق اي فريق كان اخر يروح يشارك ما عندك لاعبين محترفين على مستوى عالي اعتذر عن المشاركه افضل والله شوف قبل فتره اداره الشرطه تتذكر من ما شاركوا بالبطوله واعتذروا صح انا كنت وياهم بهذا القرار وحييتهم وانا علاقتي يعني بالسيد علي شعماني وصديق واخ وقلت له حيك على هذا القرار انت والاداره وكل اعضاء الاداره حكيت وياهم قلت لهم احييكم على هذا الاداره ليش؟ لان يقول لك انا اعرف انا من اروح اللي في هاي الفرق الهلال والاهلي والنصر والغيره والعين كابتن داود الاجابه على هذا السؤال من شقين الشق الاول مشاركاتنا الخارجيه الجويه خسر وين خالديه هنا بعد ما كان ممكن ان يصدر المجموعه بسهوله بالتسع نقاط صار اربع سنوات كان المستوى متأسس. اللي قدمه مستوى لا يلبي الطموح الشرطه بالامس انا اقول هاي المستويات اللي تقدمها الفرق العراقيه هي انعكاس للدوري العراقي راح تقول لي سؤال يكون بذهنك بذهن الاخوه المشاهدين يقول لك مو هو فريق نادي الشرطه لعب بالبطوله العربيه وصل نصف النهائي راح اعرج على الكلام اللي قاله هيثم كابتن هيثم احنا من اربع سنوات من اجانا مجيد ابو بكر من الميناء سنه بالميناء واربع سنوات بالشرطه زائدا ادريس اليانج اللي منتقل من الطلبه للشرطه من راحوا للبطوله العربيه دول الاثنين شالوا الفريق انا اقول عليهم طبعا المواس كان بحاله قدمني اليوم انا كاداره اريد عندي مشاركه واعرف المشاركه الاتحاد الاسيوي باعت لي عندي مشاركه خارجيه اللي هي النخبه اي الاسيويه من اريد ادخل بهاي البطوله لازم عندي لاعبين على مستوى عالي حتى انا ادخل بقوه اوكي الان تقول لي خلينا نحترم حالنا واحنا بهاي البطوله ما راح نسوي شيء وبينما تقسيم الاتحاد الاسيوي قال لك انت من 12 فريق راح يصعدون 8 للدور الثاني يعني فرصتك كبيره بين كل الفرق اوكي الان تقول لا خلينا نحترم حالنا وما نصير مهزله للعالم وخلينا ننسحب هذا كلام اللي انت تقوله اقول زين شو وقت احنا نطلع للحاله الافضل اي لا انا ما قلت ننسحب بس قلت انه يعني انه يكون هناك محترفين على مستوى اوكي إيه. زين انا اذا أنا ميزانيه نادي ياخذها من الوزاره وحسيب ورقيب عليهم أوكي. وكذا مو هاي ما راح هسه الله يساعد اسمعني كابتن هيثم ويانا كابتن هيثم صار له 20 سنه في بالسلطنه الاخوه في سلطنه عمان جدا اذكياء باختيار اللاعبين الافارقه اللي يجون من افريقيا قريب عليهم القرن الافريقي قريب عليهم من يجيبون اللاعبين يجيبون لاعبين ممتازين جدا عندهم بالدوري واللاعب اللي يجيبونه على 1500 دولار وقاعدينه بالنادي هو يعرف هاي الشغله دي يضحك زين لا يعني قيمه صحيح بس انت لا تقارن بين يعني الدوري مثلا الدوري روشن السعودي لا هذا او الدوري الاماراتي او الدوري القطري هذه ظالمه يعني كابتن هيثم لا هو جاي يعطيك مثال على لاعبين كابتن كلامه كابتن هيثم نعم ترى احنا مجيد ابو بكر اجى من النيجر نعم اوكي ومن هي النيجر تسلسلها فوق ال 100 التصنيف العالمي صحيح انت تدور على الخامه اللي تخدمك تقدر تجيبها بغض النظر عن السعر لكن وين الرجل الفني اللي يفهم يجيب هذا اللاعب وفق معطياته وفق أما الـ 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 المكان اللي يحتاجه به الفريق يعني المركز اللي يحتاجه به الفريق هذه اللي احنا
مدني كل واحد غير كل واحد على قد فلوسه. ما يقول لك مد رجلك على قد غطاك على قد غطاك مد الحابك على قد غطاك. المهم هسه على كل حال والله البارحه كان موضوع مهم جدا. مرات احنا ندفع مدربين فعلهم ملايين كادر تدريبي تدري سنه من السنين باكيتا واحد من اعظم المدربين البرازيليين طبعا اجى للشرطه تدري كم عقده هو الكادر التدريبي اللي واجد 150,000 دولار. انت احيانا تقدر تجيب وتقدر بس انت عندك العين الفاحصه. يمكن انا اثرت موضوع البارح شنو هو البرازيل اليوم عندهم دوري مقاطعات يسمونه الباوليست، هذا تحضير للدوري. هسه ما عندهم دوري، اللاعبين النجوم اللي عندهم يروحون على سبيل الاعاره للانديه الاوروبيه. ايش قد الاعاره؟ شهرين ثلاثه يقضون من وراهم فلوس الانديه تستفيد من تخلص فتره الاعاره. هو ده يلعب هنا بالدوري هذا، خلينا نقول بالانجليزي بالايطالي بالالماني، تنتهي دوره هو ده يلعب مستمر باللعب، من تنتهي فترة الإعارة يرجع لمن؟ النادي الأصل بالبرازيل، والنادي كسبه فلوسه وهو كسب فلوس. إحنا كان بإمكاننا هاي الأندية اللي تشارك بهاي البطولات أشيل بعضي أروح على واحد من البرازيل دول السماسرة أقول له فلان لاعب فلان لاعب فلان لاعب أريدهم لمدة 3 أشهر، هاي الفترة اللي بيها التصفيات. أوكي؟ ممكن ولا مو ممكن؟ لكن منو هاي الأندية اللي عندها هذا الأفق وهاي الرؤية؟ هذا سؤال الأهم، هذا سؤال الأهم. وإلا إحنا إيش راح يعني إحنا وراح نتكلم؟ لا بس خلي كمل كابتن. لا يعني أنت الآن تتهم الإدارات، أنا أجمك 100% عمل الإداري هو غير محترم، هو هذا اللي أقوله بالنسبة للأندية. ولهذا يشوف كل يعني هذا اللي افتهمته منك كابتن هيثم، كل الإدارات تعتمد على سمسار، كل الإدارات معظم الإدارة تعتمد على سمسار هو اللي يجيب يشراويك فيديو ويقول لك هذا اللاعب اللي عندي وهذا المدرب اللي عندي. على اليوتيوب وهذا اكو سماسره يعني هذا داخلين جول بالانديه يعني يعني والله طبعا بالمناسبه اكو اكثر من لاعب لعب في دوري عمان تلي اليوم اشوفه هاني في دوري المحترفين. يعني انت قلت قبل شويه انه قيمتهم الماليه ضعيفه ويعتمد على الراتب الشهري صحيح وليست قيمه راتب شهري يعني عقد مع نادي وعقد. فمثلا انا شفت انتراس كان يلعب في نادي النهضة العماني شفته موجود في دوري نجوم العراق مثلا وغيره من اللاعبين الأفارقة بالفعل. كابتن اليوم انت من تجيب لاعب مثل بقيمة كريستيانو رونالدو يلعب في دوري روشن السعودي، نعم لاعب كبير بالسن كاسم كقيمة، الدعم يجب ان يكون حكومي يعني لكل يعني انت بالدوري الان الدوري السعودي هسه يقول لك هذه الاسيارات منطيها زين هذه الاسماء اللي جاب وهذا ذله بالنسبه لنا شنو داود بالنسبه انه من يجي هذا حتى يعطيك انطباع انه البلد يعني في الفتره السابقه كان البلد يعني حتى انا يعني من كنت في عمان من جيت البطوله الخليج بالبصره يعني طيت انطباع انه الامور طيبه يعني كان البعض متوجس أو نقل صورة غير إيجابية عن العراق في كل مرافقه. لكن أنت من تجي من تجيب لاعب مثل لاعب معروف إلى اسمه يلعب في الدوري العراقي دوري المحترفين بكل تأكيد حيكون لك سمعة جيدة يعني أنه العراق آمن يعني في الفترة السابقة أنه العراق ملاعبه دوري متطور بهذه الأسماء. فلذلك احنا نشوف هذه الأسماء بالدوري السعودي اليوم من فيرمينيو إلى كريستيانو وإلى أسماء رياض محرز وغيره. انت حتى هو انت هسه جاي تتكلم نعم. الكابتن هسه انا جاي اقول لك احنا نقول اكو فوارق فنيه اي اكو فوارق صحيح. فنيه طبعا بس المشكله عندك لاعبين منتخب وطن يعني هاي اللي يمكن البارحه حزت اولا خساره الشرطه وممثل الكره العراقيه هذا اكيد ياثر على الان وياثر على المنتخب لازم التاثير والله نفسي. كنت اتمنى غير انا اليوم نعم بعد باكر يعلن القائمه من تنتهي مباراه الدهوك يعني احنا وجهه نظري كاساس غير والله راح اقول لك شغله والله كان انتظر ليلي حد مباراه الدهوك تنتهي يلا يعلن كابتن داود انا اقول في مباراه الامس مباراه الشرطه كاساس كان عليه وان شاء الله هو شاهده ان يشاهد هذه المباراه. ليش؟ مثلا عنده 2 بخط الدفاع منافو عده وعد احمد يحيى ميمي دا يلعب بخط المقدمه. انا اقول خلي يراقب اليوم احنا عندنا مشكله
في خط الدفاع العراقي واخطأنا هواي. تنظيم الدفاع ولهذا أنا قلت لو اتحاد كرة القدم هذا الدور السابع مطينا موقفينه ما مشي الدور السابع هذا وطي الفرصة إلمن لكاساس أقول له اجمع اللاعبين المحليين اللي موجودين بالدوري العراقي وخذ فرصتك بالحالات التدريبية لأنه أنت محتاج عمل دفاعي يراد لك تدريبات فردية يراد لك تعلمهم وين يوقفون وين يراقبون وين يغطون لأنه أخطاءنا كثير في حق الدفاع يعني بهذا التوقيت يعني أنا أقول لا الفترة هاي لاعب غير هو من يبدي النشأة لا هذه واحد يجي يعلم اللاعب إحنا عندنا مشكلة في كابتن هيثم الله يخليك أنا الموضوع اللي أقوله يعني بدل ما عندي ثلاثة أيام قبل المباراة خليني أخذ العشرة أيام أنا محتاج يعني التدريبات الوظيفية وهذا إحنا كمدربين يعني اللاعب الفلاني شو يحتاج من تدريبات أنا أعطيه هي وين نواقص بحيث أصلح له هذه يراد لها فترة على عموما بالأمس يمكن أنا تكلمت على موضوع مثلا تذكر مباراتنا مع الفريق الكوري قدمنا وين الفريق الكوري بالشوط الأول تكتيكي من أحلى ما يمكن كرة صارت وراء دوسكي وراء أحمد يحيى نفذوا بهجمة واحدة قولوا علينا مش لو تطور البارحة نفس الخطأ نفسه على أحمد يحيى وعلى سلمون يعني أحمد سلمون مع الشرطة أيضا يعني تعال أقول لك هسه نتكلم على سلمون بشرفك هو سلمون لاعب كرة قدم تجيبه محترف يلعب نادي الشرطة والله حرام حرام والله حرام يعني مو احنا شفت الكرات اللي لعبوها بالعمق وعلى الطرف على طيب من هذا اللاعب طيب ما قلت لك البارحة رياض محرز اكو توهان في خط الدفاع خلينا نتابع الكابتن احمد عبد الجبار شنو اللي قال على خساره فريق الشرطه يوم امس مع الحديث عن الدوري العراقي يمكن احنا نشوف المشاركه الخارجيه لثلاثه انديه عندنا بالعراق توك قوه جويه الشرطه يمكن يوم امس خساره الشرطه بخمسه اهداف قبلها مع الهلال هذا الموضوع شلون تقيمه والله شوف يعني خلينا نكون واقعيين الفوارق وجودة اللاعبين أكيد يعني أنت يعني تتكلم عن اللاعبين كانوا يلعبون بليفربول ومانشستر سيتي وأي سي ميلان أو برشلونة فأكيد اللاعب يعني جودة عالية ممكن تختزل انت بعض الامور يعني انت كمدرب من خلال يعني نظام اللعب او من خلال بعض الواجبات اللي تعطيها لكن بالنهايه التفوق راح يكون يعني ملحوظ وواضح بصراحه يعني انا اتمنى يعني بصراحه انه يكون دورينا يعني يخرج مجموعه من اللاعبين او مجموعه من الفرق تكون قادره على المنافسه وهي يعني عندها بها يعني الكثير من المعطيات اللي يجب انه تخليها بنظر الاعتبار فوارق بالمحترفين على مستوى يعني كبير جدا والدليل انه انت تلعب من تلعب مع المنتخب السعودي انت ما تشوف هاي الفوارق لكن من تلعب مع الانديه اكو فوارق كبيره وهذا يدل على انه الجوده في اللاعب المحترف وحتى ايضا يعني خلينا نكون اكثر واقعيه ايضا في بعض المدربين الكبار اللي يجيبوا يستقطبوهم للدوري السعودي ايضا اكيد يعني بالنهايه نتمنى الفرق ان شاء الله ان تكون اكثر واقعيه من تلاقي فرق على مستوى عالي بصراحه لانه تعرف يعني بالنهايه سمعه بلد وسمعه الدوري العراقي شكرا للكابتن احمد عبد الجبار خلي كابتن خلف موضوع هذا احنا تكلمنا به يمكن حتى اثر على المنتخب الوطني انا قلت انه كاساس كان المفروض انه ياجل شوي القائمه يعني لي بعد مباراه هوك خل اقول تنتهي مباراه هوك واعلن القائمه مو احسن افضل تدري ليش حتى اعلن المحترفين احجز لهم اللاعبين المحترفين اللي اريدهم بس اللي موجودين بالدوري اشوفهم لانه تدري ليش انت بكره لا سامح الله بهاي المباريات للقوة الجوية ممكن يصير عندك اصابات يعني اليوم انت تعلن اسم باكر لا سامح الله واحد من لاعبي المنتخب اللي يلعبون بهاي البطولات انصاب تروح تغير ولهذا السلامي مدرب المنتخب الاردني حسين اربدي يلعب مباراة لازم تنتهي المباراة يلا يعلن القائمة وهذا هو الصحيح لهذا اللي انا اقول القائمة ما تطلع إلا من تنتهي مباراة توك وعلاوة على هذا أنا كنت أتمنى يأخذ ولو هم هسه عنده يمكن حوالي عدة 6 أيام 5 أيام قبل الثلاث أيام اللي راح تجي فترة أفضل من الثلاث أيام فقط
ولهذا احنا اليوم احنا متألمين كشارع رياضي، لانه مو هاي النتائج اللي احنا نتمناها لفرقنا بالمشاركات الخارجيه. اذا راح نتحول نروح لتوك، توك اليوم تسلسله بالدوري 17 مو توك العام الماضي صاحب، خاصه بالمرحله الثانيه بعرضه كان خطر خطر، يعني بزمن تحياتنا لاحمد خلف والكابتن علي ويب كانوا يقدمون مستوى راقي، ولهذا هم ترشحوا ترشحوا لبطوله الخليج. اليوم في اليوم تسلسله 17 ادى خمس نقاط اليوم، يعني ليه غرنا انه هذا الفريق فاز على اهلي صنعاء؟ يعني المساكين يعني الاخواننا باليمن حتى دوري ما عاد. اوكي باكر ويا فارش راح يسوون في ولايه صلاله، قادرين يحققون نتيجه ايجابيه؟ خلينا نشاهد. ام استمرار اقول لك شيء كابتن، نادي ظفار اليوم هو مو بدوري عمان تل، بقرار اتحادي نزل الى، رغم هو بطل كاس جلاله السلطان يعني البطوله الاهم بالنسبه في هناك في عمان، فبالتالي ايضا يعاني كثير. يعني الان تعاقدوا مع المدرب مصبح هاشم السعدي، بعدين كان مدرب مصري يقود الفريق، ايضا هجره لاعبيه معظمهم على اعتبار ان الفريق هبط الى درجه ادنى، قرار اتحادي قرار اتحادي نعم، بسبب هذه يعني الشكوى من لاعبين محترفين والامور الماليه، عدم تزيد مستحقات مالية. نعم، فبالتالي عند بعض اللاعبين الدوليين السابقين مثل عبد السلام عامر، حمود السعدي، زين كابتن هيثم، علي سالم، يعني اكو اسماء. هسه ظروف ظفار انت عرفتها وشرحتها للاخوه المشاهدين، نعم، بحيث امورهم تعبانه وخسر بالمباراه الاولى 5-2 خسر مع النصر، النصر الاماراتي. نعم الان باكر احنا رايحين وتمنياتنا لفريق توك موجودين هم يعني بتحقيق نعم نتيجه ايجابيه. نعم باكر اذا توك دخل وهذه ظروف فريق ظفار، هو جاي من خساره 3-1 ويا الكرخ هناك في دوك، صح؟ من هو؟ دوك؟ ايه يعني انقلب النتيجه، ويا الكرخ، ويا الكرخ 3-1 هي قلب النتيجه. ايه كان متقدم، اذا دخل بالمباراه نعم وما راح يقدم شيء امام الفريق اللي انت ظروفه هاي التعبانه. نعم بكره احنا هل هي هذه السلسله مال الانتكاسات نعم راح تكون مرافقه لانديتنا بالمشاركات الخارجيه؟ هذه المشكله طبعا. زين 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 انا بس شوف مدرب العين كريسبو هسه شنو نعم صرح، قال ليس لدي ما اقوله بالمؤتمر الصحفي لانه خسران 5، قال الواقع واضح فرضا والفريق والاداره يعرفون ذلك، هنالك فرق بالميزانيات بيننا وبين النصر وما حدث العام الماضي نسميه بالمعجزه. يعني هذا مدرب العين الاماراتي، الله يساعد احمد صلاح، لا وبطل دوري ابطال، والله العظيم عمي بعد لا تحكي، وبطل اسيا يعني عمي اذا هذا بطل اسيا هيك يقول عمي بعد خلص بطلنا، نعطي العذر لاحمد صلاح. لا 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 هو معذور، الرجل الرجل معذور، اقصد انه لا لا والبعض يتحدث المدرب واحمد صلاح، لا لا ليش ما انتقدته احمد صلاح؟ وش تنتقده؟ شال هاي الادوات اللي عنده، شو يسوي؟ عصا سحريه عنده؟ تخاف ابو علي شيباني هو؟ لا ليش؟ والله انا سمعته، لا لا ليش تتكلم فوارق؟ انا اقول لك جوز عنده خطا واحد، يمكن الكابتن ايد ما لعب بواقعيه، وحتى قبل التصريحات انا اروح بنقطه العب ويا الهلال واكدس والعب، وبنقطه والعب ويا الاهلي بنقطه وارجع. بس انا اقول لك يوم ما عنده الرجل عصا سحريه، ايش عنده هاي اللاعبين الذول اللي عنده؟ بس هذا تصريح قوي بصراحه، يعني مال كريسبو، يعني بطل دوري ابطال اسيا والعين الاماراتي ولا يقول فرق بالميزانيات، دوله العين دوله، العين دوله، يعني شو اقول لك؟ الشيوخ الشيوخ ابو ظبي كلهم واقف وراه، ميزانيه مفتوحه، ايش يحكي هذا كريسبو؟ ما ادري هاي ماذا قال الاداره يعرفون وين اللي فرق بالميزانيات. زين نتكلم عن القوه الجويه ايضا، احنا الان تكلمنا على دهوك ومباراه عفوا، بس هاي دقيقه قبل والله داوود يعني ما اعرف شو اقول لك، اذا اذا كريسبو يتكلم بهذه الطريقه يعني، اذا كريسبو يمكن لو عندنا هنا الكل ينتقد ويتحدث، هذا رد كريسبو مضحك او شيء، او يعني ما متوقع، يقول لك فارق امكانيات ماليه، هي فارق امكانيات ميزانيات كابتن. موضوع حتى القوة الجوية بالمباراة الأخيرة أمام الخالدية ما أعرف ما ظهر بال، كانت لا ما جرعة زايدة، اليوم أنت مباراتك القادمة أمام الخالدية. زين أسد إحنا راح نروح نلعب البحرين، لعبنا المباراة ما قدمنا خسرنا على أرضنا 2-1 الآن أنت كمدرب، وراح نتكلم على مدرب اللجنة والمحلي، مدرب أنت شفت فريق الخالدية ودرست فريق الخالدية، وين الضعف وين القوة الفريق تكتيكي
الفريق النشط، كل العوامل عدة للنجاح، نادي يمكن جديد على الساحة الرياضية. الآن أنت راح تروح تلعب البحرين وأنت خسران على أرضك، إيش راح تقدم أمام الخالدية البحريني؟ راح تقدم شنو من يا ناحية؟ يعني تقدم اليوم مستواك أنت خسران بالمباراة اللي كانت في ملعبك. أنت حتى تلعب في ملعبك. أنت اليوم ثلاث فرق عندها ست نقاط تعادلوا. إحنا ثالث فريق بالمناسبة. يعني التعاون أول والخالدية ثاني وفارق المباراة الفوز. الآن أنت شو المطلوب من عندك أنت فريق القوة الجوية؟ باعتبارك أنا أحياناً أعتبر فريق القوة الجوية يعني فريق اللي ينافس الشرطة على بطولة الدوري، ودائماً هو الأقرب أن يفوز بالدوري، لكن بالأمتار الأخيرة هو يخسر البطولة. الآن أنت الوجه المشرق المشرف لهذه البطولة ثلاث سنوات متتالية أنت فايز بيها، يعني كأنه هي كانت مفصلة على قياسك. اليوم أنا ما شايف فريق القوة الجوية لا بالدوري ولا يمكن، يعني قصدك كشكل كفريق كفريق يلعب كرة قدم لا يعني مرات أحيانا تحس الفريق، يعني الفريق ترى بالمناسبة الفريق لاعب ست لعبات بالدوري، عدد الأهداف اللي مسجلها سبع أهداف، يعني أنت إذا سجل بكل مباراة هدف أعرف الفريق المنافس اللي لعب ضدك ترى يسجل عليك هدف، يعني تطلع متعادل. اليوم أنا إيش قلت مرة من المرات، قلت إن فقدت 36 هدف بخروج أيمن حسين وعلي جاسم، هذا مسجل 27 وهذا مسجل 9 أهداف، لاعبين سوبر. منين تعوض الأهداف اللي أنت ضيعتها راحت من الجوية؟ من الجوية جبت المهاجم اللي يعوض كان أيمن، لا جيب صانع اللعب اللي يعوض علي جاسم، لا ما موجودين. بالنتيجة راح تظل تعاني، يعني يا دوب الهدف يجي، والهدف منين يجي؟ يجي من ضربة جزاء بالدوري. صح كابتن، طبعا اكيد هي خساره مفاجئه مع الخالديه على اعتبار تفزت على التعاون، هذه ابرز نتيجه شفتها لوسام رزق القطري المدرب مع نادي القوه الجويه انه فاز على التعاون السعودي. لكن بالدوري نعم هو الان يعني بعد الشرطه وقريب مثل ما تفضل كابتن خلف انه المنافس الابرز للشرطه على الفوز، يعني احنا فريق الشرطه حامل لقب ومتصدر الدوري وخسر بهذه الخسارات القاسيه، نقول نطي العذر انه يلعب مع فرق اعلى ويعني بطوله الاعلى تصنيفا مع لاعبين بحجم اللي شاهدناهم. لكن انت كقوه جويه نعم اكيد فريق انت محقق البطوله بمسماها ثلاث مرات في كاس الاتحاد الاسيوي، اليوم انت يعني المشاركه هي ليست غريبه، حتى جمهور القوه الجويه مثل جماهير الفرق الجماهيريه عندنا الكل يطمح انه فريقه يحقق القاب ينافس حتى وان كان. لكن فعلا هو السؤال اللي يطرح نفسه واللي تفضل به كابتن خلف، هل هناك بديل لأيمن؟ الجواب لا. هل هناك بديل لعلي جاسم؟ الجواب لا. انت ما عندك لاعب سوبر اليوم مع جل تقديري، يعني كل المتواجدين بالفريق بس عندك من حراسة المرمى الى خط المقدمة، يعني ربما عندنا لاعبين يعني بالفريق هم لديهم الخبرة مثل سعد عبد الأمير اليوم بالمنتخب قائمة المنتخب اللي أعلنها كأساس مثلا، عندنا لاعبين آخرين يعني بالفريق ممكن أنه تقول في مثل هذه، على اعتبار أنه سعد عبد الأمير لاعب عنده محطات احترافية مميزة جدا في السعودية وغيرها. فبالتالي لكن أنت عندك لاعبين مثلا غير علاء، مو علاء عباس، علاء عباس يعني موجود. علاء عباس نعم بشار موجود، حيران خبرة. أحمد موجود، لكن موجود. الكابتن خلف الآن طرح لك سؤال، هل هناك لاعب مثلا مثل أيمن اليوم يخلص لك ويكون مصدر قلق لدفاعات الفريق المنافس؟ أنت اليوم إذا الخالدية مع يعني الخالدية تحسب لحساب أنه أنت خسرت ويانا بملعبك الخالدية البحريني وأنت فريق عندك الخبرة، طيب كيف إذا مع فرق أخرى يعني في البطولة فيما بعد، يعني هناك أيضا أندية لديها الاسم وأيضا لديها الخبرة في هذه البطولة، يعني ربما يعني يوم غد انه القوة الجوية يحقق نتيجة ان شاء الله يعني ربما في المنامة، يعني هذا غير مستبعد هذا مثل ما حقق هو التعاون بالسعودية نعم. وهذه بالمناسبة عفوا داود، يعني ليش يعني الفرق العراقية شوفها حتى المنتخب من يلعب بالعراق بالبصرة أداء ومستوى اللاعبين غير جيد بصراحة، يفوز بفارق ضعيف عن الفرق او المنتخبات اللي نلعب وياها،
يكون افضل اذا يلعب ما اعرف يعني ما اعرف شنو قادر على العوده للفريق القوه الجويه ام غد عوده المنافسه انا باعتقادي قادر لكن شوف فريق القوه الجويه شو اختلف هذا العام عن المواسم المنصرمه مرات انت بالفريق يراد لك حاله استقرار هسه شنو الفارق بين نادي الشرطه وبقيه الانديه خلينا نقول اللي موجوده الاستقرار الاستقرار اللاعبين نفسهم واستقرار الكوادر التدريبيه يعني متى تصير تغييرات جوهريه بينما مثلا هالسنه يمكن حوالي 17 لاعب جديد لفريق نادي القوه الجويه عندك خبر ولا ما اي اي اعرف 17 زين هسه هذا المدرب اللي ومدرب المدرب جديد واللاعبين جدد انت من تي تبني عندك مثلا ركائز تبقى بالفريق يعني اليوم مثلا انت تدور على الفريق اللي يريد يفوز بالدوري اللي ما عنده حارس ما يفوز بالدوري اللي ما عنده حارس كبير ما يفوز بالدوري الحارس نصف الفريق زين اليوم ماكو هم حتى إدارة القوة الجوية دوروا على حارس مالي كان وياي حمادي وتكلم بالموضوع تكلموا هذا الموضوع ولهذا من تباوع كثير من اللاعبين العناصر اللي موجودة بالفريق غادرة الفريق يعني كأنه المدرب ده يبني جديد صفاء بعد فترة طويلة رجع للفريق بشار فترات طويلة جدا بين الدوري الإيراني والدوري القطري حاليا مع نهاية عمره هو راجع علما لفريق القوة الجوية اللاعبين الزينين مثلا هاجروا اليوم مثلا كثير من اللاعبين العام كانوا موجودين اليوم كرار نبيل واحد من اللاعبين أفضل اللاعبين في صناعة اللعب كان أحد اللاعبين الأساسيين في فريق القوة الجوية شريف عبد الكاظم ذول اليوم موجودين واحد شريف ويطلب إيه فأنت تحس ماكو حالة استقرار مع فريق محمد قاسم كان سابقا محمد قاسم كان موجود حتى المدافعين كل الأدوات أنا أقول مثل واحد والمحترفين أنا أقول مثل مرات مثل الأم نعم يعني تريد تلم أولادها جين كابتن خلف مو المفروض انه يعزز الفريق باجانب على مستوى عالي انا وياك انا دلعب مشارك عندي مشاركه خارجيه انا وياك هسه انا سالت الحمادي بهذا الموضوع يقول لي والله شو اسمه اجانب يعني هو المدرب اختارهم هو خيارات المدرب انا ما اشوف راح انا هاي السنه كان مدرب حسام رزق هو يعني هو المختار شوف انا مع احتراماتي نعم كل احنا تحرينا على هذا الموضوع هل فعلا وسام خياراته أنا باعتقادي هي مخيارات وسام مخيارات نقطة حصلت أنا ما أعتقد أنه هاي خيارات وسام وسام بزر منه لعد خيارات منه لأنه الإدارة؟ هو من إجا يعني خيارات هو الإدارة هو من إجا هو جلق اللاعبين نعم لا كابتن هو موجود هو اللي اختارهم واحد حتى المحلية هاي اللي أعرفه والله راح أقول لك شغلة واحدة مرات يجي المدرب الشيل يلقى اللاعبين كلهم الإدارة مختارتها ترى مو بس بالعراق هسه بالدوري العماني نفس الشيء الإدارات تختار لاعبين فبمناسبة الإدارات يعني من أيام الراحل الأستاذ مؤيد البدري الشيخ عبد السلام القعود دكتور عبد القادر زين هاي الإدارات كان لها ثقل صحيح الأستاذ أحمد عباس كابتن نعم لو صح كلامك وكلام الكابتن حمادي إذا هي خيارات المدرب فالمدرب يتحمل مسؤولية هاي الخيارات وبالنتيجة بالنتيجة باكر إذا الفريق ما حقق أي شيء المدرب هو المحاسب هو المدرب اللي يتحاسب طبعا المدرب اليوم أشوف هناك يعني حتى الجمهور جمهور فريق القوة الجوية العريق يعني هناك عدم رضا بصراحة على أداء الفريق على شكله مثل ما تفضل كابتن خلف لكن اذا فعلا الموضوع مو المدرب فهذه مشكله كبيره يعني اذا مو مختار اللاعبين الموجودين يعني هذه مشكله لكن اذا خيارات المدرب فكل هذه النتائج وصوره الفريق الان يتحملها وسام رزق طيب انا اشكرك كابتن خلف حبيبي شكرا جزيلا لحضورك اليوم معي شكرا لك زميلي شكرا شرفتنا ونورتنا شكرا لكم مشاهدينا باكر ان شاء الله الى اللقاء